ثمره قرنبيط مسلوقه تمام، واربع معالق كبار من الدقيق وزبده، وثلاث كوبايات من اللبن، وعندي كوبايه جبنه كريمي وجبن مشكله زي ما انتوا حابين اللي موجود عندكم، وملح وفلفل وكمون وبابريكا. عندكم شويه فراخ بواقي تقدروا تقطعوها وتحطوها في الوصفه، عايزين تعملوا شويه عصاج وتدخلوها في الوصفه تمام. هي وجبه برضو متكامله مش هنعمل معاها اي حاجه تمام. تعالوا بقى ايه، هحط الحله كده على النار، انا هعمل الصوص بتاع القرنبيط اللي احنا هنعمله، اللي احنا هنشتغل فيه. هحط الاول معلقتين كده زيت مع الزبده. بصوا هعمل كاني بعمل بشاميل بس هعمله مختلف، هعمله بالجبنه. ايمان ازيك؟ صباح الفل. صباح الفل عليك يا شيخ. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي والله بخير. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. ممكن اسال عن طريق كيكه المربى؟ حاضر، عايزه كيكه المربى؟ احنا كنا عاملين قبل كده كيك وعاملين فيه مربى فراوله. حاضر هقول لك طريقته. ماشي. والنهارده هنعمل برضو حاجه بالفراوله، تابعينا، هنعمل تشيز كيك كده ببرطمانات سريع جدا، حتى مش عاملين له يعني مش عاملين له حاجه جاهزه، هعمله كله معاكم على الحلقه على الهواء. ماشي ماشي يا حبيبتي. شكرا. صباحك جميل يا حبيبتي. شكرا. صباحك زي العسل. الله يخليكي. بصوا حطيت الزبده وشويه زيت وحطيت عليهم ثلاث معالق من الدقيق، هسويهم كده حوالي 30 ثانيه، مش عايزه لونهم يغير بس عايزاهم يستووا شويه، وبعد كده هبدا انزل باللبن. تمام. اقلب زي ما اتفقنا، زي ما بنعمل البشاميل بالظبط. انا البشاميل والحاجات دي ما بسيبش ايدي منها عشان ما تكلكعش معايا، او الارضيه بتاعت الحله ما تحرقليش الصوص بتاعي ويبقى لونه مش حلو كده ومطلع اسود والكلام ده كله، مش عايزاه يشيط من تحت ولا اي حاجه. ودايما لما تشتغلوا في البشاميل وفي الصوصات دي او المهلبيه او الحاجات دي اللي فيها كاستر ونشا او دقيق والكلام ده، حاولوا تشتغلوا في يعني في حله او طاسه تبقى تقيلة شوية عشان ما تشيطلكوش الصوص بتاعكم. اهو بصوا بقلب تقليب مستمر لحد ما الصوص عندي يتقل ويربط بالدقيق اللي احنا حطيناه، وهو كده وانا مستنياه يربط هحط الملح بتاعي، هملحه، احط فلفل اسود مش كتير، مش عايزة اغير قوي اللون بتاعه. مميز. صباح الفل. وافضل اقلب ما اسيبش ايدي خالص. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله كله زي الفل، كله جميل والله الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. الله يخليكي دايما على كل رب تبقي كويسه. الله يخليكي يا حبيبتي. تسلمي لي. تسلمي لي حبيبتي. معلش في اسماء بس ممكن اعمل اهداء بس المايك. طبعا اتفضلي حبيبتي. مي نجحت بس في الترم الاولاني، بقول لها عقبال الترم الثاني. يلا حبيبتي عقبال يا رب الجامعه بقى ان شاء الله، بدل ما تفرحي بيهم كده وتشوفيهم احسن الناس يا حبيبتي يا رب. الله يخليكي. الله يخليكي. شكرا. تسلمي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. صباحك جميل يا ام مي. بصوا اهو الصوص ابتدى يتقل، شايفين يتقل وكريمي خالص اهو، مفيش اي حاجه مكلكعه فيه. خلاص هبدا احط عليه الجبنه الكريمي. خلي بالكم الجبنه اللي انتوا هتحطوها، خدوا بالكم لو هي مملحه او لا، في انواع جبن الجبنه اللي انا حطاها دي مش مملحه، ففي انواع جبن مملحه، فخدوا بالكم عشان ما تلاقوش الصوص معاكم مع الملح اللي انتوا حطيتوه يعني بقى مملح زياده. اهو دوبت كده الجبنه فيه. بصوا انا حاساه تقل شويه، هحط له شويه لبن هخففه شويه، هرفعه كده من على النار وهزوده شويه لبن او شويه مرقه اللي موجود عندكم. اديني شويه لبن بس. عشان ما يبقاش سمكه تقيل شويه، انا كده تمام بس محتاجه اخففه شويه. عندي هنا القرنبيط اللي انا سلقته، هحطه كده في حاجه وهبدا ابهره بالكمون والبابريكا اهو، وبالملح والفلفل. خدوا بالكم
الملح اللي انتوا هتحطوه هنا والملح اللي انتوا حطيتوه في صوص البشاميل والجبنه مملحه ولا لا. خدوا بالكم ان انتوا تبقوا بتوازنوا الكلام ده كله. خلاص واحط له شويه فلفل اسود كده وهنطر كده القرنبيط بحيث ايه ان كله يتبهر زي بعض. تمام اهو انا بهرته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكرا. حط له كده ايه شويه لبن اهو اخفف بس الصوص شويه. انا كده تمام جدا. تمام حابين بقى تدقوه في الوقت ده تشوفوا ملحه مظبوط مش مظبوط الكلام ده كله. طب انا حابه احط كمان شويه جبنه مبشوره كده جوه الخليط ودي طبعا اختياري. انا ممكن احطها فوق الوش بس انا هحط شويه كمان جوه الخليط. طبعا بصوا الصوص سخن جدا فمجرد ما حطيت الجبنه ساحت اهو. تمام تمام كده قوي. نبدا بقى ايه خلاص الصوص عندي جهز والقرنبيط عندي بهرناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى اجيب البايركس او الطاجن اللي انا هشتغل فيه وارص القرنبيط بالشكل ده اهو. حطه كده اي رصه طبعا بالشكل ده كده. استاذ حسين صباح الفل. ثواني. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك استاذ حسين؟ ازي حضرتك، الله ينور عليك يا شيخ. الله يخليك. حضرتك على طريقه جديده للقرنبيط وحضرتك فاجئتينا بيها. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ حسين، تسلم، ربنا يخليك. الله يخليك لك. الله يخليك. شكرا يا استاذ حسين، شكرا ليك، شكرا، صباحك جميل. شكرا استاذ حسين. بصوا رصينا القرنبيط اللي احنا بهرناه بشويه بابريكا وكمون وملح وفلفل. بصوا الوصفه بسيطه جدا وهننزل عليه الصوص بتاع الجبنه اهو اهو. نبدا بقى ننزل كده صوص الجبنه على القرنبيط بالشكل ده. انا عايزه كمان يبقى فيه منه شويه كده باين اهو بالشكل ده كده اهو اهو. بصوا الصوص نفسه كريمي ازاي. تمام جدا كده. احط بقى شويه جبنه كده فوق الوش اهو. لو موجود عندكم موجود جبنه مفيش مشكله خلاص، يبقى احنا زي ما اتفقنا كده ايه الانقاذ شويه بقسماط هنرشهم فوق الوش وخلاص. تمام على كده، تمام قوي كده، انا مش محتاجه اكتر من كده.